أجهزة ومعدات اخترعها وطورها مبتكرون شاركوا في أول معرض للابتكارات العلمية في البصرة. أكثر من 20 مبتكرا من محافظات ذي قار وميسان والمثنى إضافة إلى البصرة الجهة المنظمة للمعرض شاركوا بابتكارات تنوعت ما بين إلكترونية وميكانيكية فضلا عن البرمجيات. مشروع يتحدث عن الهاند كنترولينج، انه انا شلون اقدر استخدم الحاسبه باستعمال اليد، انه راح ياشر لي على الايد على الديدكشن مالتي وراح يحدد لي البوزيشن انه انا وين اقدر انتقل او اتحرك واختار المكانات اللي انا اريد استخدمها بالحاسبه. اللي يفيد هو سهوله استخدام، يفيدني بهواي مجالات كذوي الاحتياجات الخاصه. وصلنا من هذا المعرض الى ابتكار ان شاء الله يوصل ابتكار عالمي. جهزت من هاي العمليه بشكل كامل ادرس الفشل الذي يحدث عند دوران جزء بالبيرنجات، عند دوران الجزء الداخلي والجزء الخارجي. نحاول نشر ضمن مجلات عالميه بقوه الله، ونحاول نوصل السبب الرئيسي اللي يحدث فيه الفشل بالمحطات العالميه كلها. ويسعى المشاركون الى تطوير اجهزتهم وانتاج نماذج متعدده في حال حصولهم على دعم حكومي او من شركات اهليه متخصصه. احنا هنا عندنا النظارات تستخدم البرمجه للأطفال عن طريق الألعاب. عندنا كرة قدم، شلون يحرك الطوبة منا لهنا؟ هو عن طريق البرمجة هو يستخدمها، يعني طريقة سهلة تلفت النظر للأطفال، طريقة جديدة. الشيء المختلف اللي قدرت من خلال أصنع الطائرات، لعل أهمها أنه استطلاعات جوية يمكن من خلالها رسم الخرائط. أقدر أنا أصنع طائرة ومن خلال هذه الطائرة أزودها بحساسات للحرائق، أحمل الحساسات للحرائق بالطائرة مالتي وأدسها للأماكن النائية بالغابات اللي يصعب الوصول إليها. ويقول المنظمون للمعرض إن لجنة متخصصة قيمت النتاجات العلمية وهي بصدد رفع توصياتها إلى وزارة الشباب والرياضة الجهة المحتضنة لهذه الفعالية. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.